إقبال يزيد جدا في الفترة دي، وحتى الأتوبيسات اللي كانت بتتحرك من الشيخ زايد ومدينة نصر يبدو أن الأعضاء كانوا بيطلبوا يعني بريك كده في الحر، ابتدت تيجي أعداد كبيرة جدا. دلوقتي ما انتش الآن مبسوط أن يعني الناس كانت عند حسن التقدير وحسن الظن، كله جايب باللائحة زي ما انت قلت لهم وجايب بالقلم وعايزينك تمضي لهم. انت عارف ان بيقولوا لي كده؟ مش انت اللي اخترعت؟ امضي بقى اهو احدى الاضوات الافاضل عايزينك تمضي لها. فالحمد لله، ده يعني شرف عظيم ان انا اكون على صفحة اي عضو في النادي الاهلي. لكن الحقيقة ان تشعر من هذا ايه؟ ان الناس جاية تحتفل، جاية تعيد زي ما قلنا لها، هي مش جاية تدي صوت وتمشي ولا تعمل لائحة، هي جاية عشان تشارك في يوم هيسجلوه بالنسبة لهم في التاريخ. وأنا بقول هذا يوم مشهود بإذن الله، هتشوفوا نتائج اعتماد هذه اللائحة ومردودها على اقتصاديات النادي الأهلي، على راحة أعضائه، على إصلاح جميع المشاكل. راحوها الأعضاء والعاملين من وحي المشاكل اللي بيقابلوها في العضوية تم وضعها في اللائحة، وضع هذه الحلول. مش ممكن أبدا يعني بعد كل المجهود ده يجي حد يضحك علينا ويقول لنا اللائحة دي ناقصة حاجة. احنا ما بنعملش لائحة في ربع ساعة زي غيرنا، وبنعملها لوحدينا ومحدش له دعوة بيها. انتوا عملتوا لائحة على مدى شهر ونص كانت ملككم وكنتوا بتتناقشوا فيها، تعالوا دافعوا عنها، تعالوا دافعوا عن ناديكم، خلينا نحتفل بالمشاهد المبهجة. هنحتفل بالمشاهد